قتل المرتد مو عشان يصير مسلم، المرتد مرتكب لجرم مثل الزاني، الزاني إذا كان محصنا يرجم، إذا كان غير محصن يجلد، السارق إذا اجتمعت شروط قطع اليد قطعت يده، القاتل يقتل. فهذه عقوبات، هذه عقوبات لهؤلاء العمل الذي قاموا به، ومنها المرتد إذا ارتد يقتل، إذا تاب من الردة يترك. إن هو يعاقب على هذا الفعل لأن فيه استهتار بهذا الدين، فيعاقب على هذا العمل كما لو سب الرسول أو سب الله جل وعلا أو كذا، فإنه يقتل لهذا الفعل وليس لأجل أن نغصبه على الإسلام. الإسلام يعني لا يحتاج ولا يريد يعني مرتزقة، يعني صير مسلم ولا ذبحناك، لكن لا ما نريد مرتزقة. أول شيء السبي لا يكون إلا الكفار، لا يجوز سبي مؤمن، يعني لا يجوز يكون قتال بين مسلمين مثلا لأي سبب من الأسباب، الفتن التي تحدث يكون قتال بين المسلمين، لا يجوز السبي أبدا. السبي لا يكون إلا الكافر، لا يسبى المسلم أبدا وإنما يسبى الكافر. وأنا أرجو أن الإنسان لا يخجل من دينه ويقول لا هذا قبل والإسلام لا يدعو إلى هذا، لا، كن قويا في دينك، أظهر دينك. نعم هذا ديني، نعم، الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل، هذه الأحوال الأربعة أبدا، لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام، يقول أعبد الله تبارك وتعالى، الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك، نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده، ادفع الجزية، يقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال، فنقاتله لأجل هذا، فإن قتلناه فهو